وهي بقى العربة، العمر 45 سنة، الآن أترأس جمعية التحدي والأمل، أيضا رئيسة الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. تعرضت للحادث 1996، الحياة يعني نقولوا أنها تغيرت رأسا على عقب. بديت نشوف الأشخاص في وضعية إعاقة، تعرفت على جمعية تنشط مع الإعاقة، أصبحت أحتك مع كل المعاقين. لما بديت جيت الجيش هناك أسست جمعية التحدي والأمل للمرأة المعاقة، وبدأ يعني العمل الميداني. وكل ما تعمقت في إشكالية الأشخاص ذوي الإعاقة، كل ما وصلت إلى نتيجة، كل ما كان عندي كبر عندي هذاك الرغبة أنه أعمل أكثر، أتحدى أكثر، أوسع الجمعية أكثر. L'association Défi et Espoir de Jijel est une association très active, très présente sur le terrain et surtout très respectée dans la wilaya de Jijel. Son aisance de travailler avec les autorités, avec les personnes handicapées, la confiance qu'ont les personnes handicapées envers son association a démontré que la grandeur, je pense, de cette association qui est très très active. اكتشفت من خلال العمل الجمعوي أنه ضرورة التعامل مع السلطات المحلية، لأنها يعني كما نقولوا أساس التغيير. لأنه أنا كجمعية لا يمكنني أن أعمل وحدي، لأنه لا أملك الإمكانيات، لا أملك القدرات. إذا اتجهت إلى العمل مع الاستشارة المحلية، ومن خلال مشاريع اولا مع الفيدراليه الجزائريه. وانا في الفيدراليه الجزائريه تعرفنا طبعا على منظمه الاعاقه الدوليه. هذه هي من عند شخص في وضعيه اعاقه هنايا تخدم هذا ليستروس، دارته لي هذه البرونوبيل. كاين الاعاقه هي اللي خلاتني نحاول ان نخلق كما قلنا توازن. يعني ربما نقصي اللي أعاني منه أنه نحاول أنه نكمله مع الأشخاص، وسعادتي أني نلقاهم ناجحين، نلقاهم بشخصيات مستقلة، نلقاهم بأنهم عايشين متقبلين إعاقتهم، ويحاولوا أنه يخرجوا من هذيك القوقعة اللي المجتمع لحد الآن مازال يحاول يجبدهم لهذيك القوقعة نتاع أنه أنتم ما تقدروا تديروا والو. Par ailleurs, c'est une association qui a bénéficié d'un fonds d'initiative dans le cadre d'un appel à projet lancé au sein du projet Decide en 2015 pour l'appui à la société civile et aux OPH, donc organisation de personnes handicapées à Jijel, dans les bénéficiaires finaux sont des personnes en situation de handicap qui ont pu être insérés dans le monde du travail à travers des financements, à travers des formations, ce qui leur permet d'être en ce moment actifs et inclus dans le monde socio-économique et professionnel. انتم على مدار 3 ايام صباح ومساء راكم قريتوا، راكم استوعبتوا معلومات، راكم ولكن الاشياء اللي تقوي السيره الذاتيه نتاعكم هي ايضا شهادات اللي راح ان شاء الله نوزعوها عليكم. حتى انه في نجاح جمعيتي يعني صراحه في السنوات الاخيره هو الدعم التقني، الدعم المادي لمنظمه الاعاقه الدوليه، اللي نقول سهلت لي الامور على الاقل. معناتها يعني بقى قدامي فقط التحديات، ولكن الدعم التقني انه تقويه قدرات اطارات الجمعيه خلال
تمويل مبادرة محلية في الولاية جيجل حول تطبيق المادة 9 من الاتفاقية. هذه المبادرة عبارة عن يعني تقويت قدرات أكثر من 15 جمعية في ولاية جيجل من كل في كل التخصصات، جمعيات رياضية، ثقافية، شبانية، إضافة إلى جمعيات الناشطة في مجال الإعاقة. وأيضا من بين أهم نشاطات المشروع أنه نخرجوا بوثيقة وثيقة مناصرة حول تطبيق المادة 9 من الاتفاقية الدولية. المتوسطة اللي قريت فيها La spécificité de l'association de Wahiba, c'est qu'elle est tout le temps sur le terrain et sa présence dans un milieu rural qui se trouve aussi être un terrain de travail pour elle donne un plus à son association. Wahiba est là à gérer ses activités, à gérer les bénéficiaires, des bénéficiaires auxquels elle rend visite quotidiennement, régulièrement. Pour les appuyer, pour les encourager, afin qu'elles ne baissent pas les bras avec tous les problèmes que peut rencontrer une personne handicapée dans un milieu rural, d'accessibilité, pas d'infrastructure, pas d'institution, en plus de la dureté de la vie qu'on peut retrouver dans les montagnes, vu que c'est une région montagneuse. ركزت فعلا مع المراه الريفيه لانه اكثر يعني الحياه نتاعها في جيجل صعبه جدا وتعاني كل الاشكاليات، يعني من التعليم للصحه كل يعني كل ربما كل الحقوق مهضومه لانها لا تعرفها احيانا، مهضومه لانها لا تطالب بها، مهضومه لانه المجتمع يفرضها على المراه. أصبحت لديهم الرغبة في أنه يكونوا أصحاب مؤسسات، فاعلين في المجتمع، طالبين للعمل لأنه يحبوا كيفاش يقوي قدراتهم، وهم يطلبوا تكوينات اللي باش يكونوا قادرين على أنه يكونوا الند للند، ليس الوجه للوجه ولكن الند للند مع كل الأشخاص، نقول العاديين ولكن الأشخاص الذين لا يحملون إعاقة. وصل واصل أكيد لتستمر رحلة النضال والكفاح في تحسين واقع الأشخاص ذوي الإعاقة، ليس فقط في المحلي في جيجل ولا في الوطني، ولكن واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية، لأننا على الأقل نتشارك نفس الأفكار، نفس التقاليد، نفس المعاناة، نفس الإشكاليات. لهذا وجب علينا أن نعمل معا. إذن هذا هو التحدي، وهذه هي جمعية التحدي، وهذه هي رئيسة الجمعية التي تقود التحدي. بونس كافي.